السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله، اللي هي عجين البطبوط. اللي غادي نحتاجه في هذا العجين إن شاء الله وهو الدقيق الأصفر، دقيق القمح الأصفر، قليل من الدقيق الأبيض، ماء، خميرة للحلوى، ملح، والخميرة الفورية للعجين. من طبيعة الحال احنا الخميرة تنوضعها في الماء مع معلقة من السكر ونستنى عنها حتى تذوب، والآن سوف نبدأ إن شاء الله. يا بسم الله، نحتاج معلقة من خميرة الحلوى، ثم الملح على حسب الدقيق، كمية الدقيق، ثم الخميرة الذي وضعناها مع السكر في الماء، نخلطهم معا، ونبدأ نخلط الملح وخميرة الحلوى مع الدقيق والدقيق الأبيض والأصفر معا. يا بسم الله، ونبدأ مزيد من الماء، فمن طبيعي الحال بعد ما نجمع العجين نوضعها على مكان العمل لندلكها قليلا. كما تعرفون في المكان من طبيعة الحال فهو نظيف، والعجين دايما خاصها تكون لينة. بعد ما نخلص غنرجع لكم. ودابا بعد ما دركنا العجين على سطح مكان العمل ورجعناها في المكان اللي احنا خلطنا فيه المره الاول، فلما تحبي لما تشوفي هي لازم تكون لينه، لما تشوفيها جافه ترشيها بقليل من الماء وتشتغلي عليها حتى تشرب تلك الماء التي انت وضعتيه. وهذه هي العجينه تاعنا. ودابا يا هذا العجين ما خصكمش تسنوا عليها، يعني تغطوها وتخليوها حتى تنفع قليل، او هذه يعني فورا نبدا بتكويرها، يعني نكون نوضع يدنا في الزيت نباتي ثم نحاول أن بعد ذلك نوضعهم في الدقيق، وهكذا نستمر حتى نخلص كل العجين. وبعد ما نخلص العجينة تاعي كلها أرجع لكم. والآن بعد ما خلصنا تكوير العجين نحاول أن نقلب كل الكويرات في الدقيق لتأخذ الدقيق من الوجهين. وبعد ذلك نبتدي بتكريسهم.
نحتاج دقيق. من طبيعة الحال احنا من قبل نفرش منديل اللي هو خاص بالعجين عندنا في البيت، وبعد ما نتم تقريسهم نوضعهم على المنديل، وهكذا نستمر حتى نخلص كل الكويرات. يا بسم الله. من طبيعة الحال لما المقلة تسخن احنا سنوطي النار، سنجعلها مهلة. فبالنسبة للخميرة هو متستغرقش وقت طويل، يعني من 10 دقائق ل15. خاصكم تقلبوه على الفور، ما تخليهش يعمل فقاعات. تطرحت يصبح على هذا الشكل. كيف قلت لكم في الأول، فهو لازم تقلبيه على الوجه الآخر قبل ما يعمل الفقاعات. لو عمل فقاعات ما تحصليش عليه على هذا الشكل. تحاولي تحمصي الجوانب بهذا الشكل. وكيف تشاهدوا النتيجة رائعة. اوكي، وبعد ما نخلص البطبوط ارجع لكم. وهذا هو البطبوط تاعتنا من بعد ما سليناه. شكله جميل ومذاقه جميل، وتقدري تستعمليه في الفطار بالنسبة للأطفال، فتقدري تعمريه بالشوكولا بالجبنة والمربى، تقدري يعني تعمليه في اللانش في يعني الساندويشات للأطفال، تقدري تعمريه بأي شيء انتي تتبغي. فتتشوفي انه انتي تيجي يعني نايس ومحلول، وانتي تتنوعي، وانا تنتمنى يكونوا يعجبكم ويلد على خاطركم، ونكون انا خفيفة على قلبكم، ونتلقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. السلام عليكم.